امبارح اعلنت النقابه العامه للعلوم الصحيه ان وزاره الصحه وافقت على ضم خريجي معهد التحاليل البيولوجيه بالازهر الى حركه التكليف بوزاره الصحه بعد توقف دائم لمده 6 سنوات. خلونا نعرف تفاصيل اكتر من احمد السيد الدبيكي نقيب العلوم الصحيه اللي معانا دلوقتي عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم. اهلا بيك. في البدايه حابين نعرف ايه هي معاهد التحاليل البيولوجيه ومعناه ايه انه بقوا ضمن التكليف بوزاره الصحه؟ معاهد التحاليل البيولوجية هم معهدين موجودين في جامعة الأزهر بيتبعوا لكلية العلوم. دول معادلين تماما للمعاهد الفنية الصحية اللي بتتبع وزارة الصحة والتعليم العالي. المعاهد الفنية الصحية هي معاهد بتضم شعب التحليل الطبية والأشعة والتسجيل الطبي والإحصاء والهندسة الطبية ورعاية الحالات الحرجة، وهي المهن الطبية المساعدة المكملة الموجودة داخل الفريق الطبي للجيش الأبيض زي ما بيسموه، اللي موجود لو حضرتك حبيت تعملي أشعة هو ده اللي بيعمل لك الأشعة، لو عملت تحاليل هو ده اللي بيعمل التحاليل، اللي بيتخرج فني أشعة وفني مختبرات طبية وفني تحاليل طبية وفني رعاية حالات حرجة اللي موجود في الرعاية المركزة وفني تركيبة أسنان، مسابع شعب في المعاهد الفنية الصحية، ولكن المعاهد التابعة للأزهر هما معهدين فقط، والمعهد الثالث موجود هو معهد قواعد البيانات التي لم يكلف بعدها. الحقيقة المعاهد دي هو امتدادها هو اللي أنشأته العلوم الصحية، امتدادها هو كليات العلوم الصحية التطبيقية اللي عليها الحقيقة إشكالية كبيرة جدا دلوقتي، إن اضاف لها لفظ تخيلي كل هذه الوظائف التي تحدثنا فيها هي وظائف طبية بحتة داخل المستشفيات، لكن الحقيقة في الأخير تم إضافة لفظ كلمة تكنولوجيا إلى كليات العلوم الصحية اللي هو الامتداد الطبيعي لهذه المعاهد، وهذا اللفظ أودى بهذه الكليات إلى أن تنشأ هذه الكليات داخل أو يصدر بها قرار من دولة رئيس الوزراء إلى أن تكون هذه الكليات داخل المناطق الصناعية وتسمى كليات تكنولوجية صناعية. أستاذ أحمد، يعني خليني أسأل حضرتك، يعني هو اللفظ ده هو كان السبب في تعطيل أو وقف التكليف لمدة 6 سنوات، لأنه لا يتماشى مع ما هو مدرج في اللوائح الخاصة بوزارة الصحة فيما يخص التكليف، ولا كان إيه السبب في الوقف؟ دلوقتي الوقف التكليف للعلوم الصحية هذا اللفظ هو السبب، لكن وقف التكليف سابقا لمدة 6 سنوات كان من الأزهر نظرا لأن دواعي مالية حالت دون استكمال المعاهد التحاليل البيولوجية ومعاهد المختبرات. الحقيقة لم يكن هناك فند مالي أو مبالغ مالية يمكن أن تقوم بها في جامعة الأزهر، لكن في لقاءات النقابة مع شيخ الأزهر ومع الدكتور محمد الشربيني وكيل جامعة الأزهر الموجود حاليا، طبعا بنشكره جدا، وطبعا الدكتور محرساوي سابقا رئيس جامعة الأزهر، كان لنا عدة لقاءات مع الدكتور محمد الشربيني بحضور عميد المعهد الفني الصحي والدكتور أحمد أبو زيد، وبحضور طبعا مجموعة من الزملاء الدكتور سعيد بكر، قعدنا تحاورنا في هذا الموضوع إلى أن توصلنا إلى أهمية تلك المعاهد في هذه في جامعة الأزهر، وإن تكليفهم في الأغلب هيفيد مستشفيات جامعة الأزهر اللي موجوده في كل مصر. الحقيقه جامعه الازهر عندها مستشفيات كثيره جدا، وكانت بتعاني بشكل قوي جدا من نقص في فنيين المختبرات الطبيه وفنيين معامل، وهكذا نفس الكلام في بعض الشعب الاخرى كالتسجيل الطبي اللي هو القواعد البيانات. طيب حابين نتكلم مع حضرتك عن السماح لخريجي معهدي المختبرات الطبيه والتحاليل البيولوجيه التابعين لجامعة الأزهر، حابين نعرف من حضرتك يعني هل في شروط ولو كده إيه هي؟ لا، الشروط للاستكمال الدراسة الحقيقة احنا عملنا حاجتين، الأول إعادة الافتتاح وإعادة التكليف، يعني الناس دي كانت بتكلف سابقا أو من الأول خالص يعني عند الإنشاء كانت بتكلف، ثم توقف العمل بالتكليف لمدة 6 سنوات، ثم عيد الدراسة مرة أخرى، عيدت الدراسة مرة أخرى على يد شيخ الأزهر طبعا وتعاطي
الجمهوريه الجديده في عصر الرئيس السيسي، ان بدانا في الجمهوريه الجديده يبقى في المعاهد موجوده في الازهر، لان لم يطال التكليف هؤلاء قبل ذلك لمده 6 سنوات ولم تكن تعمل هذه. لكن هناك شروط، لا يعني احب بس انوه ان هذه المعاهد معاهد ما بعد الثانويه العامه لكي لا يظن احد غير ذلك. والمعاهد الفنيه الصحيه هي معاهد بعد الثانويه العامه شعبه علم علوم، مجموعها السنه دي كان 84%، يعني قافله مرحله ثانيه 84%. تاخد متفوقين، يعني استكمال الدراسه لابناء المعاهد الفنيه الصحيه كان ليهم سنتين تكميليتين بيحصل بعدها على درجه البكالوريوس. ودرجه البكالوريوس دي بتسمى البكالوريوس التقني، وده اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، اللي هو احنا محتاجين نعدل هذه الشهاده، مسمى هذه الشهاده الى بكالوريوس العلوم الصحيه شعبه التخصص، شعبه المختبرات الطبيه او شعبه الاشعه او اي شعبه ايا كانت من السبع شعب. هذا التعديل يجب ان يطال اللائحه رقم 704 لسنة 2019، اللي هي لائحة المعاهد الفنية الصحية، اللي بقى أصبح دلوقتي عندنا 3 حاجات محتاجة تضاف لائحة. خريجي جامعة الأزهر يبقوا عندهم الحق في الدخول إلى الدراسات التكميلية للحياة اللي احنا استصدرنا بها قرار فعليا من معالي وزير الصحة، أصبحوا بيقدروا يستكملوا دراستهم ويحصلوا على درجة بكالوريوس، ثم الدبلومة ثم الماجستير ثم الدكتوراه، لأن احنا في عصر العلم المنفتح لا يمكن يكون حد في مجال التحاليل الطبية بيعمل تحاليل طبية والمجال ده المجال ليس ضيق، المجال فيه تطور تقريبا كل يوم، فزي ما عنده هذا التطور كل يوم وما يقدرش يحصل على الدراسات العليا بهذا المنظر، يعني لازم. ولما الخريج بياخد الشهادة اللي مكتوب فيها البكالوريوس التقني لا يوجد في القانون 49 لسنه 72 للمجلس الاعلى للجامعات. الحقيقه ان التخصصات دي كمان في غايه في الاهميه، يعني مهم جدا يكون العاملين بهذه التخصصات مسجلين طبعا في وزاره الصحه، دي حاجه. تاني حاجه مدربين على اعلى كفاءه وخريجي هذه التخصصات، يعني ده مهم جدا. هذه التخصصات هم يحمون المرضى، هم الجيش الابيض طبعا. يعني حضرتك لا يمكن هنقدر نقول ان انا اامن على المريض وهذا الرجل ينقصه من العلم شيء، يجب ان يكون الا لما يكون مع حد صاحب خبره وصاحب دراسه فيما يعني يقوم برعايته وفيما يقوم يعني بالاشراف عليه تحديدا. لكن استاذ احمد خليني اسال حضرتك هنا، هل بيتم تدريب الطلبه داخل المستشفيات الجامعيه؟ وهنا اتحدث عن المستشفيات الجامعيه التابعه لمشيخه الازهر او لجامعه الازهر تحديدا. عايز اقول لحضرتك طبعا بيتم تدريب هؤلاء الطلاب في جامعه الازهر لمده 6 شهور بعد اول سنتين، وبعد ثاني سنتين لمده 6 شهور اخرى، يعني في سنه امتياز لخريج المعاهد الفنيه الصحيه بدوريها الاول والثاني، لان الراجل ده بيمنح بعد كده حق الدخول الى الدراسات التكميليه وبياخد سنتين ثاني. هو يعني انا عارف ان احنا في انجاز وبنتحدث عن انجاز، لكن عايزين نكمل انجازنا. يعني الحقيقه ان الراجل ده فعلا بياخد 6 شهور امتياز داخل مستشفى جامعه الازهر، وجامعه الازهر سامحت ذلك طبعا في كل مستشفيات جامعه الازهر، وتم تقسيمهم عن طريق الدكتور محمد الشربيني وكيل الجامعه لشؤون الطلاب. الحقيقه بذل مجهود غير طبيعي في هذا الموضوع معانا مع النقابه، وتبادلنا زيارات كتير جدا عشان يقدروا يتدربوا في جامعه الازهر، في مستشفى الحسين جامعي، مستشفى سيد جلال، مستشفيات جامعه الازهر بالكامل. الحقيقه حاصل الكلام ده الحمد لله، وبيتدربوا بعد السنتين الاخرانيين. وحقيقه هو في شرط كمان للدخول السنتين التكميليتين، ان يكون قضى سنتين على راس العمل، يعني الراجل ده درب بشكل كافي، تعين، اتكلف واخذ التدريب مؤهل له فعلا، وبعدين يستكمل كمان دراسته في بالمواد العلميه اللي بتثقله مهنيا وتثقله علميا عشان يقدر يكمل الشغل بتاعه ويقدر يبقى قد المسؤوليه بشكل قوي جدا يعني في هذا العمل. نعم. في الحقيقة زي ما قلنا أنه هذه التخصصات مهمة جدا، وإحنا في أمس الحاجة ليها، في أمس الحاجة أن اللي يكونوا بيزولوها متخصصين فعلا وفاهمين، لأنه إحنا في وقت كبير حتى وإحنا بنعمل أشعة مثلا أو محتاجين أنه حتى اللي بيعمل ده يكون فاهم، لأنه في حتى في ده إجراءات كثيرة قوي صحية لحماية المريض وصحته. كل الشكر ليك أحمد السيد الدبيكي نقيب العلوم الصحية على هذه المكالمة، الحقيقة أفدتنا كثير فيها.